حكمت وحكى عد سنة إن مو كان عريس العدالة ده إن العدالة ده إن إيش ما يسوي حريج الإسيس مدن قدوم يكر صريال هذا السنة دبل النص سمحت علي عبدي لقونا على السن ما دحين فالكاس وقول استكاس وبرير حبط بعد عضي حبط أنا واحد ردي نك بوليس كا يقرأ عكاس سواقات كرب من حبط أوردي حبط دامر كوردي حبط كله أو بعض فلوه بعد حاجة اللي جسوا كده يعني أنا أقول لك كله رك على اللي حبط سوري اسمه كان إنه هو أي كي هستي كان أي كي هو هستي وشردي سبدل كده بالعكس كده أدنانا وهو هستي أي كي 47 ما حد إنه هو هستي بس ولد تاسوك قطر وين نفتي إنه دفاعنا هذو صار إنك لامي بحق وجويه لامي جمرك وجويه إن كان مرحوم كأو دمنا يا وحكا سوقاتي قريبك سوقاتي كدبي حكا كدبي يميني كان مرحوم كايبا كدبي يمي قريبانا يا وإنو ما كان كيسكو على حاليو يو كدبي يمي يعني هدو كدبي يمي يعني أو كيسي عليه كل عربو حالين كرواي ماركي برتا مريسي حبط بعد عضي حبط ده أنا واحد ردي نكا بوليس كاي قريب عكا سوقاتي كرب من حبط ده أوريدي حبدا مركو ردي حبط كلا أو بعض فلوه بعد حاجة اللي جسوا كده يعني أنا أقولك كلا رك على اللي حبط سوري ردي اسمه حبط ده منك هذا رك على مركو سوري ردي منك دمانة يا وح تاجي هاي منك بوليس كامل كده ما يصح ما ده أرنت وجد بيجي ما بحكي قبل كده رواي حاجة كده ما يصير تاجنا بدر كمرك هالكاميرا يسي هل حبط ده ما بعمل شكل عادي حبطة أنا واحد كسر عضي إنك نرعة ده إنك سير كسر عضي إنك كان وتاجن إنك بيوليس جداشيس مدن القدوم يكر صريال هذا السنة دبل النص سمحت علي عبدي لقونا على السن مدحي فالكاس وقول استكاس وبرير وحاجة إرادة ربيتان وحول ربيتان وفضل وحول قدرة إن وفعل كيس ما يو أو بستولدي إن وكؤديو نول نول كدبنا أريده مدن قدام إنسان وده أكسون نهاية تبارك أمرك الله مراي وحاجر تال تضبط طلابه تضبط طلابه الله مرسي يقف أمرك حب الدردان أمرك كواد ينقف هاي تضبط يقسم الدي يقاد السير رصاصة يا رصاصتي وأمر لبعض كأنه رصاصة وجليه قسم الدي وأمر صدحات كقسم الدي إنه جليه قريه أما بستولدي وأمر أفراد كأنه أمان كفره وأمر كشناد إنه الراعيه ومرك اللي حاد إنه ملكه أديه أما عدوه أديه أما برتل مامد ومرك تضباط إنه فرط ريشة جليه يا مرك سديدات وريحة ولي تضباط عتاجي هذا فرط جليه حتى وا ولي طلابك على أسود إنه ريحة هذا نقول أنك لك سيدنا سديدات طلابه ميان ليه كرنا نقول قدومي إن تو قاتل ميان ليه كرا كما هذا إيوه أنت كذا عادي نقول قدومي دل كسة أو برارة نتيجة ربنا واحد إنه واحد يوم ومن كلا أبيل المرحوم ينكو كل دجال ميت بتكون أم كلا أبيل دلكي نواعي تعسنا واحد كسر ماستر ماي تيركي أفر بقول صدني أفر هدان أنت شو بدو مدن قدومي وحنا حكمة شرف لك على السنة يا السنة الكوبات أنت كسر ذنك أه طلب أفر بقول صدني أفر يا آية القرآن كي بقول تواتي سيدات سورة البقرة عقاب لجيان طب وقعدك إن أكو كنتم أولي بقى دلتو غشا مدن قدومي إيه قرشو ريال هدان ويما سناحة لبات دبل بوليس لبات لبا الشن لبا إبرشن عنان موسى محمود عنان وحان مدن قدومي إيه قرشو ريال محمد دورتي دكان نمر خاتيال مرق فروي دمان انت أقولها دعوذر ومرق كوباد وحان كان مرق فروي محمد دورتي دنا كعدي إن عنان لعلم وايه وحكست أو قبصري عنان ساعدا أسرع مسؤول أها حتى وحى عدي تليقونه جيس أو أها تليقونه جا أما تليقاه أكو برنا تجبين تقول حلو عدي عنان إنه أسرع صواعي مركو صواعي وإيش يقول جارية لسيدير ربع أوكي أنا أقول ما أنا جارية يسوق ده سو قيلنا يصواعي ولبه ما وصل سوبي تليقيش يا صباحي أو تاجن أيو أنتو قريش سوقات وففقتك
asagoo awoodin inuu ashtakoodo oo marxaatiyaal haystay oo cadeeman haystay oo askarigan maanta gacan qaadku u gacan qaaday awooday in dacwadu ku dacweeyo in loo xiro muusan istaagin waa la kari waayay oo waxaan ka maxkamad horteeda keenay mudan ugu doobiyay mar kale ha waa taliyaha laftiisa waa taliyaha hadda sheegay maxkamad horteeda ka cadeeyay inuu amar siiyay uuna kuuri waana ku imaanaa isug warkaasna muusan qaadan oo ka dhigaa waxaan kala maxkamad hor keenay mudan ugu doomiyay marag markaati kacay dagaalkii ka dhex dhacay labadan eedaysane muwaadinkii ku dhaawacmay ama askarigii saaxiibkooda ay la shaqeynayay ku dhaawacmay in aan midkoodna wax gargaar u fidin oo dhiiggiisa siduu u baxay aan barkaas ka muujinay maxkamad horteeda ka cadeynay wax gargaar oo cadnaanna dhankiisa ka fudiyey ma jirta arrintaas oo marxuumka intii uu noolaa uu qabtay waxaan kala maxkamadda hor keenay mudan ugu doomiyay eedeysakana mar kale oo eedeysanaha labaad cadnaan ah cadeynaya inuu xabad ugu riday madaxa inuu xabad ku riday oo qoriga markuu soo qaatay halkuu u watay maxkamadda horteedana waa ka cadeynay iyadoo muuqaal ah wuxuu maxkamadda u sheegay uu rabaa haddana inuu naga dhaadhiciyo qoriga waxaa usoo qaatay gaarigaana la gudbinaya maxkamadda horteeda waxaa ka cadeynay inaanu gaariga iyo dhinaciisa u dhaqaaqin balse qoriga intuu soo qaatay laga celin lahaa madaxa qofka uu rabo uu qoriga usoo qaadanayana uu ahaa eedeysanaha koowaad mudane guddoomiye iyo garsoorayaal maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in labada eedeysane ciqaabta u qalanta qodobada aanku soo saarnay in ay u fiiriso ay ku hesho kuna xukunto duruufaha cuslaynaya dembiga maadaama ay niyadjab iyo sabar xumo ay u keeneen askar fara badan oo daacad ahaa oo sida marxuum cabdiraxmaan cismaan muuse oo kale ahaa jeclaa inay qarankooda u shaqeeyaan walaalahoodna ay kala dhacshaan haddii ay isqabtaan mudane guddoomiye waxaan maxkamadda mar labaad ka codsanayaa in aan looga kicin qodobada xafiiska xaraaliyaha guud uu ku soo eedeeyey maxkamadda sharafta nooma mahadsanta dayo guddoomiye garsoore difaaca nafsiga waxaa boyntidiisan kuu sheegaa keliya difaaca nafsiga ma ka dhex muuqataa waxa uu sheegaya kow waxaa waaye ma jirtay khatar oo khatartaas ay ahayd immediate mid degdeg ah ma jirtay maxaa tahay khatartaas xabad lagu soo riday khatar ayay ku ahayd noloshiis inuu ku waayo ma jirtay haa hadday tahay waa difaac nafsi labo in ay khatartaas abuureysay cabsi naftiisa ah inuu qalqalgalay kadibna uu xabaddii uu isaga difaacay ma jirtay ayadana meeshana laga sheegay waa dhacday sidoo kale waxaa jirtay hubka ay isla isticmaaleen sharcigu wuxuu leeyahay inay isla siman yihiin waa shardi in kan inuu qori aykay haystay kanna aykay u haystay waa shardi saa bedelkeeda am bilcagsigeeda cadnaana wuxuu haystay AK-47 mahadna wuxuu haystay bistoolad taasoo ka khatar weyn naftiisa inuu difaacanayo halkaa marka taagan lagu doomiyo garsa hore waxaan difaacayga ayadoo maxkamadda aan qadirinaya waqtiga iyo salaada lagu jiro waxaan difaacayga ku sheegayaa mahad waxa lagu soo eedeeyey ee 434 waxaa lala akhrinayaa 20 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa lala akhrinayaa qodobka 34 ee xeerka ciidamada qalabka sida sidoo kale qodobka 34 ee xeerka habka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaas markii la akhriyay kabacdi waxaa kuu soo baxayso falka waa dhacay natiijaa ka dhalatay natiijadiisa marxuuma ku dhintay laakiin sababteeda ayaa iska lahaa halkaan marka mudan ugu deemay garsa hore muwakilkayga wuxuu ahaa difaacu nafsi asbaabta falka dhimashadana isaga ma lahayn difaacayga wa haddii maxkamadda ii sii ogolaato maadaama gabagabada aan sii aadi karo okay mudan ugu deemay garsa hore maadaama xafiiska xeerlaalinta si waafaqsan qodobka 419 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed oo gabagabadii iyo codsigii aan ku jirno waxa uu ku soo guuldaraystay caddaynta si waafaqsan qodobka 463 lala akhriyay qodobka 410 lala akhriyay qodobka 414 lala akhriyay qodobka 472
لالا أفريقيا قطب كبا قول صدنا السجال دمان ويسكي حريران وليس كعدين تدمان حفيز كحيلال دوكسو جولد ريستي لابو وحقومهم سن هذه المحكمة الفيرسو قطب كبا قول صدنا السجال حركة حبك عقابة سوماليات أيه وحوليها حريرك ي معناها عديمها ومرقات أهان ي عديمها أهان ي أدي ي فلك دعي ي مرحوم كي حفيز كحيرانته وحالك ربي إنه حرير كي هذا كيانه حرير كمحاكمة دها باريه كيس كا ي حفيز كحيرانته وحيسكو قلب سيه إن لبشي وأنا باريه كيس كوا أنا حسوسي محكمة حسوسي قلب سيه بارها محكمة ده وحكده شيء جاي إن ما حد وعوي ي مرحوم كا وبجاج ساري فتال جيي sidoo kale la sida soo sheegay laakiin xeerlaarinta waxay dhaadeen ma caawinin halkaas marka xiriirka aad ay dhumaysaa aad xiriirka waa dhumaysaa sidoo kale waxa laga reebay xafiiska xeerlaarinta inuu keeno maamada oo falka ka bilowday ee gaaliga ka bilowday waxay shardi ah qodobka 409 ka hadlaayo xiriirka maxaa waxaan dhin xiriirkooda aha intee soo bilaabatay sidoo kale ma inuu gudoomiyo garso war maadaama uu san keenin xafiiska xeerlaalinta cadeymaha soo dhana oo maxkamadii horena gobolkana darajada koowaadna aan ka sheegney halkaana maxkamadu aan u cadeeyneyno oo aan u sheegayno ayna aragtay maadaama waxyaaba soo dhana maxkamada ka hor cadaan waayay maxkamada ay waqti ka qaadayeen waxaan ka codsaneena soo waafaqsan qodobka 204 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in AD darajada koowaad wax ay ka badasho muwakkilkeena na ku caamay sida cadaatay uu ahaa difaac nafsi xaq marxuumka uu lahaa dhimashadiisana loo qaado mag magtaasna qofka sababta iska lahaa dambigeeda dusha laga saaro mahad Cali Cabdi maxaa codsanay oo maxkamadda ka codsanay maxkamaddu waxa ka codsanaa in buugga naxariista cadaaladda إن العدالة إن إيش ما يسوي حريج الإسيس كوئ كذا شغدي ذي كوئ كات أن تغني محمد وحقا السنة إن شغدا مدو هاي دبلي جوف الصحة حريج الإسيس إسبتال كالعاصمة يا أسو كردية بجالية دو قبل كبنادر أديك بجات كابة أو كارر أي كهليان وأنا قيم من مس بقول كيف كنتن لما أنا دي جري إسبتال كا هدي أد بجالة هاي كفاية دي سفر صدن قليلة وكسمية إسبتال كالعاصمة